مش محتاجة اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلاتنا اللي كلها على قد الايد ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده كلها اكلات ان شاء الله تعجبكم جدا وكلها اكلات بسيطه كده سهله. منها اول حاجه هنعملها مع بعض الفراخ الفليه، بس هعملها محمره وفي الفرن. يعني عادي هنقلي بانيه عادي جدا جدا، بس بعد ما اقليه هعمل له تكه صغنونه نجدد فيه شويه. يعني احنا على طول بنقلي بانيه، اي حد تقول له من الجيل الجديد مش القديم اسهل اكله بتعملها ايه يقول لك ايه؟ بانيه ومكرونه. اوكي هنعمل بانيه برضو، بس نعمله تكه صغيره عليه نجدد فيه جدا. ايه هي؟ هقول لك دلوقتي. عندي هنا البانيه مقطع شرايح، ما تجيبوش رفيع قوي، الرفيع قوامك بينشف، فخليه متوسط. يعني خلي بتاع الفراخ قول له قطعه لي متوسط، مش عايزه الورقه دي، الورقه دي بتنشف منك جدا يبقى ملهاش طعم، بيبقى معاك طعم بصمات البيض بس. انما لما يكون في شويه لحم كده شويه تبقى احسن كتير، ماشي؟ فالسمك بتاعه متوسط ده حلو قوي كده، مش ورقه، بلاش الورقه دي خلاص. البانيه ده هنحط له ايه؟ هنتبله بتوم وبصل باودر، توم وبصل باودر وملح وفلفل، توم وبصل باودر وملح وفلفل، ده التتبيله. وبعدين نحط له بيض وبقسماط ونحمره، وبعد ما يتحمر هنحط له جبنه رومي، جبنه موتزاريلا وزعتر، نخلطهم مع بعض ونحطهم على الفراخ البانيه بعد ما تتحمر. انا عندي زيت على النار اهو، دي اكله سريعه جدا جدا وحلوه جدا ان شاء الله. هجيب كده البانيه واحطه في بوله غويط عشان اتبله، ثوم وبصل باودر، معلقة صغيرة مليانة ومعلقة صغيرة مليانة على حوالي ايه يعني نص كيلو بانيه وشوية، يعني اكتر من نص، والملح والفلفل اسود، نظبط ملحه بس كده واقلبهم مع بعض. طبعا بتجيبي البانيه من عند بتاع الفراخ او من السوبر ماركت تشطفيه حلو قوي، وتعصري عليه ليمونه وتشطفيه تاني، وبعدين تجيبي بقى تحطي عليه التتبيله دي بس كده، مفيش حاجه تاني، توم وبصل باودر وملح وفلفل، اسهل من كده مفيش، حاجه بسيطه خالص تمام كده اهي، بس اخليها تنتشر فيها كلها تمام. بتسيبيها طبعا في التلاجة، يعني الاحسن، انا ممكن طبعا اشتغل بيها زي ما هشتغل بيها دلوقتي على طول، بس الافضل تسيبيها في التلاجة قد ساعة كده ايه تتبل حلو. جيب بقى البيض احط لها بيضاية او اتنين حسب حجمها، هي دي تحتاج اتنين، نص كيلو باخد له بيضاية واحدة بس، اكتر بديله ايه اتنين بيضة، واخلطها كده مع البانيه كده. مش لازم بقى اجيب طبق احط فيه بيض وبعدين بقسماط واقعد احط هنا، لا ده حلو كده على طول البيض على البانيه على طول. معانا رشا، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا مدام نجلية؟ ازيك يا رشا، انت وحشاني جدا اقسم بالله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، بنحبوكي احنا والعائله كلها كده، تحياتي ليهم كلهم والله العظيم. بنقول لو الناس كلها زي حضرتك يبقى خلاص مفيش حد وحش في الدنيا. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، ده من ذوقكم والله. بس ربنا يخليك يا حبيبتي. مدام نجلاء احنا من اسكندريه طبعا، يا اهلا وسهلا. السمك ده اساسي عندنا، اساسي يعني ما شاء الله. اه اكيد. وطبعا حضرتك بالنسبه للسمك انت ناسيه شويه،
بعمله قليل صراحة. عايزين بقى، عايزين كده ايه، نفكوا الكيس نبحبحوها شوية كده، نعمله جمبري، نعمله سبيد مقرمش، نعمله مكرونة بالسفود، نعمله شرب السفود، عايزين نظبطه كده يعني ايه سمك شوية كده. طب حاضر، اشتا داخل السمك هيحلو، وان شاء الله هعمل لكم وصفات سمك. احنا عايزين يعني ايه نفتكر اني بحبحوها يعني يوم ثلاث بس، ما تزعلوش بقى كده. والباقي كله على قد الايد، ماشي مفيش اي مشاكل. لا يوم في الاسبوع كفايه. يوم حلو قوي. ماشي ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله كل ذوق والله. ربنا يخليك. لا بالله عليك، انا بصي اتعلمتي طبعا منك الكسكسي، بتعمله دلوقتي في العيله كلها بتحلب بيا والله ما شاء الله. نفسي تعلميني القدوسيه. القدوسيه حاضر عيني. انت علماني واحده واحده زي ما علمتيني الكسكسي كده. حاضر عيني. ربنا يخليك، انت كلك ذوق. ميرسي جدا على ذوقك. ميرسي جدا ليكي. الله يخليك، شكرا جدا ليكي، وتحياتي اهل اسكندريه كلهم. بصوا كده بقى، ادي كده البانيه كده معانا. ام احمد السلام عليكم. مدام نجلاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا حبيبه قلبي؟ الله يخليك. قلت لك على وصفه الملوخيه. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبه. ازيك عامله ايه؟ الله يخليكي. يبارك بحضرتك يا حبيبي. الله يكرمك. انا عاوزه اقول لك اشكر الاخت اللي من بورسعيد. ايوه. اللي قالت لك على الكفته، انا كنت بنحط عليها رز. انا حطيت عليها اللهم صل على حضره النبي دقيق. مش قادره اقول لك على جمالها يا مدام نجلاء. والله ما شاء الله، برافو عليك، تسلم ايدك. تسلمي. اصل احنا بنعملها بالصوبيا، بالصوبيا والجمبري. والله بتختلط بالاتنين مع بعض يعني. مش قادره اقول لك على جمالها يا مدام نجلاء. احنا ذات نفسنا احنا سمكين ما شاء الله. الصوبيا كبيره، الصوبيا كبيره خالص دي. بتفرمهم الاتنين مع بعض. قطعتها وضربتها في المفرمه. ورحت حاطه بقى كمون وكزبره وفلفل اسود والحاجات دي كلها ودقيق. ورحت حاطه الدقيق ولفاها بيها. وانا بعملها الطماطم، انا مش بقليها عشان تبقى خفيفه. والله بتعمليها من غير ما تقليها كمان؟ انا بخفف الطماطم. بعمل عارفه بهيئه المنبر، لما بنسقط ميه المنبر ايوه كده. ادي زيها بصبع واحطها. والله يا مدام نجلاء الصوبيا والجمبري تنفش في القرص والصابق ما شاء الله ما شاء الله، منتهى الروعه. خلاص انا هعمل الطريقه بتاعتك دي برضو، هعملها صوبيا على جمبري واعملها مره تانية واعملها من غير ما احمرها. خلاص ان شاء الله. ماشي، حلو الطرق الجديده دي، وحلو متسمكين بتطلعي احلى حاجه ما شاء الله. بتوع السمك دول بيبقوا ايه يعني، عارفين طرق كتير جدا. يلا قولوا لنا بقى طرق سمك كتير، عشان الشتاء داخل والسمك بيحلو في الشتاء، وهنعمل ان شاء الله حاجات كتير، ومنها هكتب الطريقه دي ان شاء الله واعملها ان شاء الله. معانا احمد. الو الو، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ليك سؤال يا احمد؟ قول. عايزه اسال الايس كريم في البيت. الايس كريم؟ حاضر اوكي. ايس كريم في الشتاء كده برضو ماشي، مع الايس كريم ده بيتخن جدا يعني، دي وصفه للي عايز يتخن ياكل ايس كريم كتير، هيضرب مش هيتخن، ده هيضرب. دي من الوصفات الفظيعه. هبصوا كده، خلاص كده ابدا بقى احمر. شوكة تانية. اجيب بقى صينية خبز واطلع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مالك لسه هاجي ليه كده؟ لا هيقول اهو. هيقول. كان مقموس شوية. ممكن نعمل كام واحدة لما الزيت يسخن حبة. معانا محمد. يا محمد. ام محمد. ام محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ الحمد لله. في الحلم وفي الحقيقه يا استاذه نجلاء. يعني ما تتصوريش والله بحلم بيك، بيجي لي في الحلم واشوف حضرتك عندنا في البيت وبتعملي لنا الوصفات الجميله بتاعتك دي. ربنا يخليك يعني يا رب. مع اني عازمه على القناه، انا من العيد الكبير مش عارفه اوصل لحضرتك واتصل. ليه؟ مش عارفه.
مش عارفه يعني انا جه حظي كذا مره ان انا اطلب ومش عارفه اتصل، فانا سعيده ان انا قدرت اوصل لحضرتك النهارده. ما جيت لك في الحلم اهو، ما تزعليش في اي حته هتلاقيني. زعليش خالص. الله يخليك. انا عندي طبعا احنا الشتاء جاي لنا بدري السنه دي، فكلنا بنعمل شوربه العدس. وبنعمل، انا هقول لحضرتك على طريقه انا عملتها جميله جدا. قولي لي يلا. بنجيب بصلايه وجزرايه وبطاطسايه وقرن فلفل، نقطعهم يعني مكعبات كبيره، واحمر بقى، مش احمرها، ادبلها بس البصل وراه الفلفل وبعدين الجزر وبعدين البطاطس واقلبها واحط الفلفل واثناء التحمير ما بيتحمروش بس بيتدبلوا. ماشي. وبعدين اكون غسله العدس ونقعاه واروح حطاه مصفياه واحطه على اقلبه على على الخلطه اللي انا حطيتها دي واقلبه لحد لما يتشرب ريحه البصل. وبعدين اقطع برضو الطماطم زي السلطه كده واروح حطها واقلبها لحد برضو العدس ما يتشرب الطماطم. ماشي. وبعدين احط شوربه، هو يستحسن شوربه، لو ما فيش بقى بيبقى ميه ما فيش مشكله، بس هي الشوربه بتبقى جميله قوي. ممكن مكعب مرق. ما بحب الحقيقه، ما بحبش، ما بفضلهاش، مش عارفه. طيب اللي بيحبها بقى ممكن يحطها. المهم خلاص، ولحد ما تستوي كلها ونضربها في الخلاط ونصفيها. بعد كده بقى تبقى شوربه، اللي عايز يعملها بالرز بيعملها، واللي عايز يعملها بالشعريه بيعملها، بتبقى جميله جدا جدا، ويعني ما تتصوريش طعمها جميل. واحنا بقى الشتاء جاي بدري السنه دي، ومن الحقيقه جميل جدا. يعني انا ادبل الخضار الاول، انا دايما بحطه يتسلق مع العدس. العدس بعدين بعد ما ادبل الخضار احط العدس. ماشي. ادبله اشربه معاه تقريبا، بس خفيف كده. ايوه، كله خفيف ما يبقاش لحد ما يحمرش يعني. وبعدين احط الطماطم يشرب الطماطم الاول. حلو قوي الكلام ده. وبعدين احط الشوربه، جميله جدا جدا، وهتعجبك جدا جدا. بتضربيها في الخلاط برضو؟ طبعا تتضرب وتتصفى بقى، لو عشان فيه لو في قشره طماطميه او حاجه. جميله جدا. لا فكره حلوه جديده برضو، التكه دي حلوه جدا جدا. وبنعمل بقى، عاوزه تعملي رز لوحده معاها يعني، تحمري شويه رز وتزوديهم بقوا ميه الاول تستوي، وبعدين تحطي شوربه العدس عليها او الشعريه، في ناس بيحبوها رز وناس بيحبوها شعريه. جميل جدا. كده حلوه، او شوربه بس كده تتشرب، بتبقى جميله جدا جدا. جميل جدا. لحضرتك ولاسره البرنامج، وانا عارفه برضه انا لسه عارفه عليهم برضه. معلش. انا شفتك في الحلم، انما هو ما شفتهمش. معلش. معلش، تتعوض ان شاء الله مره ثانيه. شكرا جدا ليكي. هبص كده احمر بقى البانيه. حلو كده. انا مجهزه صينيه خبزه اهو، او اي صينيه عندك. تمام. انا كده كده هدخلها جوه الفرن، بس برضو لازم اسويها هنا، لان انا لما احطها في الفرن يا دوبك انا عايزه بس الجبنه تسيح عليها وتديها طعم حلو. يعني اعمل لها كده بوله، ممكن حتى بوله البقسماط دي مش مشكله، احط شويه جبنه رومي، شويه موتزاريلا، فضفضها كده بس شويه، شويه زعتر. معانا ام سيف، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام سيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. يعني الايه؟ بشكرك والله على الاكل. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. انت ايه اخبارك؟ انا بس لسه بنتي يعني، فرحت ربنا بخت عيالي كتير، بخت صاحب بيتي كتير. ربنا يخليك، ده من ذوقك يا حبيبتي، ربنا يخليك، متشكره جدا ليكي. ليك اي سؤال؟ صراحه بختهم ليكي، صراحه ربنا ربنا يخليك يا رب. ليك اي سؤال؟ لا انا لسه، بس كان نفسي في حياتي ان انا اشكرك واكلمك ليكي يعني. شكرا ليكي، وتحياتي لاهل الاقصر كلهم. تمام كده، حاضر. بصوا كده هناني بقى كده بالشكل ده كله، هوريكي بس كده ايه اللي هعمله فيها، وهكملها احطها كده، واروح حاطه عليها الجبنه الرومي، الجبنه الموتزاريلا اللي بالزعتر، وادخلها الفرن. يبقى عملت لها شكل جديد وطبق جديد، مش بقى كل يوم بانيه بس، لا بانيه بتك صغننه جديده بس، وادخلها الفرن يا دوبك تسيح عليها وخلاص. على كده جبنه رومي على جبنه موتزاريلا، جبنه رومي على موتزاريلا على زعتر. ماشي. ما كنتش مذاكر انت، مش منتبه. لو كنت منتبه للحصه كنت عرفت انا عملت ايه. ماشي.
دلوقتي هسيبكم في فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وهنعمل مع بعض اكله يمكن مشهوره جدا، يعني هي لازم تتعمل بلحمه او فراخ، احنا هنعملها من غير لا ده ولا ده. هي مشهوره قوي قوي، اكله ليبيه اللي هي المكرونه المبكبكه. المبكبكه ماشي، طبعا مشهوره جدا، اكله مشهوره ومشهوره في ليبيا جدا، بس لازم يعملوها بلحمه او فراخ. يعملوها بلحمه ضاني، يعملوها بلحمه كندوز، يعملوها بقطع من الفراخ، اي حاجه. انا بقى عامله النهارده عامله بانيه، خلاص يبقى انا هعملها ايه؟ انا ما عنديش قاعده، ممكن تتكسر في اي حته. فاجيب حله كده احطها على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مكرونه مبكبكه، بصل، ثوم، فلفل، بهارات، مكعب مرق، مكرونه وعصير طماطم، مش تقيل، خفيف بمعنى اصح. ماشي، هنعملها ازاي؟ اقول لك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا المكونات بتاعتنا اهي من غير لحمه، طبعا اللي عايز يعمل بلحمه يعني يرجع لاصلها، بعد البصله بيحط اللحمه ونسيبها لغايه ما تستوي، وبعد كده نكمل عليها كل المقادير عادي جدا. فهنيجي هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب شويه زيت. وبيتحط المكرونه مش مسلوقه، مكرونه زي ما هي كده، يعني مكرونه قلم، ده الاساس بتاعها برضو تبقى المكرونه القلم. انا عملتها النهارده المكرونه الايه المقصوصه. جيب بصله حلو كده عشان نطعم بيها، ممكن مش كبيره قوي بس كده كفايه، على كيس المكرونه. نشوح البصلايه مع شويه ملح، مش كده، تشويحه صغيره. فلفل حامي، ده اختياري طبعا، سن الثوم، اخلي البصله تحمر كويس، يعني مش تحمر تبقى حمرا زي الكشري كده لا، بس تدي اللون الايه المكرمل شويه ده. وهي الميزه في المكرونه دي انها لازم تتاكل في ساعتها، ما تباتش ولا تقعد كمان شويه، لا يعني خلاص اكل تتاكل على طول، عشان ما تبقاش بقت قرص واحد بقى كده ما تسخنش، دي بتتاكل على طول. فلازم بكبكه يكون الناس هتاكل نعملها تتحط تخلص على طول في ساعتها. انا كده مع البصله شويه صغيرين كمان، عندي بقى هنا ايه، في عندك مرقه هتحطي لو عندك شوربه، يعني هتحطي مع عصير الطماطم ده شوربه، ما عندكيش شوربه إيه عندك مكعب مرق هيشغل الموضوع. معانا منى، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام بنجائي؟ ازيك انت عامله ايه؟ شايفنا بيديك يا بنتي على سجلت الفانيل اللي عاملاها. الايه؟ معلش، الفانيل اللي لسه عاملاه دلوقتي. ايه دوت؟ الفانيل اللي كنت لسه بتقلي فيه دلوقتي. طب تسلم ايديك عليه، ربنا يخليك. والدتك واحدة واحدة عليا، قولي لي جدك. انا ولا يهمك، على مالك على الاخر، اموري اموريني، اتفضلي. عايزة التتبيلة بتاعتك امري يا رب بالصحة والتوفيق اكتر واكتر. الله يكرمك يا رب. عايزة تتبيلة الفانيل واحدة واحدة لو سمحت. حاضر، عينيا. انت عاملاه دلوقتي طالع ما شاء الله تسلم ايديك. الله يخليك. هو ما فيهوش اي تتبيله غريبه خالص. عينيا حاضر اقولهولك بالراحه، هو تتبيلته بسيطه خالص، هي توم وبصل باودر، توم وبصل باودر، يعني الاثنين باودر، توم باودر بصل باودر. بجيب معلقه مثلا على نص كيلو، معلقه صغيره من التوم الباودر، معلقه صغيره
بصل باودر، نص معلقه فلفل، نص معلقه ملح، وقلبيهم كلهم مع بعض، وتبلي بيهم البانيه بعد ما شطفتيه وعصرتي عليه نص ليمونه كده يعني نقطتين ليمون وشطفتيه تاني، ورحتي منزلي عليه التوابل دي وقلبتيهم فيها، نزلي عليها بيضه وقلبيهم كويس جدا مع بعض. بعد ما قلبتيها في البيضه ممكن تسيبيها شويه في الثلاجه قد نص ساعه، وبعدين تروحي مطلعاها في البقسماط وعلى الزيت. طلعتيها من الزيت حطي عليها جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، وشويه زعتر، قلبيهم على بعض. ممكن تحطي كمان زيتون مقطع صغير، وتروحي حطاها على وش البانيه ومدخلاها الفرن تاني. بس كده، ما فيهاش حاجه خالص تتبيله، ما فيهاش اي حاجه، هو الثوم والبصل البودر وملح وفلفل بس. حتى خلاص اهو، هو هطلعه دلوقتي. مجرد انه يسيح عليها وخلاص على كده. عشان كده انا بحمرها تحميره كويسه، مش بديها ايه، مش بخليها ان هي تبقى نص تحميره او فاتحه او تكمل في الفرن، لا بحمرها خالص. هديها بقى مكعب المرق هنا مع عصير الطماطم ده وشويه بهارات. هديها شويه ميه كمان كده، انا عايزاها ايه، يعني لو شوربه او ميه، بس حاطط مكعب مرق فمش مشكله. اديها حبه كده واخليها تغلي، وبعدين انزل فيها المكرونه وما اقلبهاش، يعني هحط المكرونه واسيبها حبه، وبعدين ابدا بعد كده ان انا ايه اقلبها بعد ما تستوي خلاص، بس انا ما بقلبهاش دلوقتي. ماشي. مين بتعة؟ اهلا وسهلا. أيوة. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا مدام نجلاء؟ الله يخليك، ازيك انت عامله ايه؟ ايه ازي حضرتك؟ الحمد لله. وقف التلفزيون شويه ممكن؟ ايه اللي يكلمني وقف التلفزيون عشان ما بنسمعش على بعض وبيفصل بقى بعد كده، خلي بالكم. ادي كده هتغلي اهي. انا ما عملتهاش حاجه غير بصل وتوم وفلفل، بصل شوحته في شويه زيت، وحطيت لها الفلفل وسن التوم صغننه، وخليتها ايه تتحمر مع بعض حلو، يعني تاخد لون الكراميل شويه. نزلت عليها عصير الطماطم اللي مش تقيل خفيف، وكمان زودته بشوربه او ميه ومكعب مرق وبهارات. وبتغلي اهي، هنزل لها المكرونه. طبعا المبكبكه مكرونه مش مسلوقه، ما هي كده. ماشي. كده انا فردتها بس واقلبها وقلبتها. انا هخلي الفلفل والثوم علشان في الاخر خالص احط لها، قبل ما اطفي عليها احط لها ثوم وفلفل حامي، ده اختياري فلفل حامي طبعا، بس الثوم بيديها ريحه حلوه جدا. تمام. بس كده خلصت المبكبكه معانا اهي، مفيش اي حاجه. مبكبكه من غير لحمه، عشان عندي اللحمه هنا جاهزه، فيعني هو زي ما انتوا عايزين تعملوها. هنحبها باللحمه او الفراخ، هنضيفها على الايه، على البصله. وانا بحمر البصله وراح منزله قطع الفراخ الضاني، اللحمه الضاني او قطع الفراخ او البانيه مثلا، لو عندك فيليه قطعيه رفيع كده يبقى اكله منها في بعضها. مره ثانيه ان شاء الله اعمل لكم بالفراخ برضو، حلوه جدا، في انواع منها كتير. يعني احنا بقى براحتنا. معانا ناهد. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا اول مره اكلمك ومن اول مره تردي. الحمد لله الحمد لله، يا اهلا وسهلا بيكي. انا شايفاكي بتضحكي وشك لذيذ قوي. ربنا يخليكي حبيبتي، متشكره قوي، شكرا، ربنا يكرمك. جميل صوتك، جميل. الله يكرمك. بقول لك انا من يوم كفته الجمبري وانا كنت عايزه اكلمك، يوم ما اتلخبطت منك وطلعت منك الخضره كتير. قولي. لا يا إيه، انا كنت قصدها خضره كتير دي بصراحه، يعني عشان انا بحب الخضره جدا. بس احنا مش بنعملها كده، احنا انت بتطحني الرز لوحده خالص وتنخليه بزي الدقيق. تمام. وبعدين بتحط بتفرمي الجمبري لوحده طبعا. احنا بنحط معاه سبيط كمان ممكن. ايوه. والبصله بتبقى صغيره.
اما لسه واحده مكلمه تقولي على الصبيط ده دلوقتي، عجبتني الفكره قوي على الصبيط دي. اه وبتحطي الثوم اكتر طبعا علشان ده اسماك. اه تمام. وبتحطي خضره، وبتفرمي كله بقى بالمفرمه وتنزلي بالمفرمه، وبعد كده بتحطي الرز بقى وتظبطي. ايوه. ما بياخدش رز كتير طبعا الكفته، وبعدين تحطي شويه زيت. وبعدين بتحمريها برضو ولا ما بتحمريهاش برضو انتي؟ لا بتحمريها طبعا. عشان اللي كلمتني من شويه، لا انا بحطها على طول طريقه، بتقولي احنا سماكين يعني، فعجبتني الطريقه قوي برضو. لا طريقتنا بيبقى دي يعني. وبعدين بتبلبعيها طبعا، وانتي بتبلبعيها بتبقي ايدك فيها زيت كمان يعني، انتي لما بتخلطيها في بعضها بتحطي لها شويه زيت. وكفتة الصبيط دي بالذات صعب قوي، ما بتحط رز كتير اصلا علشان هي لا هي بتقول لك هتطلعها دقيق. لا الدقيق ده لا طبعا، هي مش كيكه، رز طبعا. ما انت بتطحني الرز اولا، بتنقعي الرز وتصفيه حلو وتسيبيه على الفوطه لينشف، وتاني يوم الصبح تطحنيه وتنخليه هيبقى زي الدقيق. بينخل صح، ما تسيبيه كده بينخل جامد حلو. بيتفرم حلو زي الدقيق. ايوه زي الدقيق، ما انت هتنقعي هيبقى حلو كده. ايوه ماشي. وبعدين هتقليها بتبقى طعمها حلو، ما تحطي معاها السبيت كمان بتبقى حلو. جميل جدا، هعملها لكم المره الجايه كده ان شاء الله. شكرا. وكفته اللحمه كده، وبرده كفته اللحمه برده بنتحلها الرز وننخله برده. بتعمليها عندك في البيت بقى بس لحمه جملي ولا لحمه عاديه بتعمليها؟ بتعمليها ايه؟ لا لحمه كندوز عادي يعني. والله بفكش منك؟ لا ما بتفكش، ما انت ظبطي. بصي وانت بتحطي زيت في اللحمه بتخلطيها في كلها في بعضها زيت. ايوه. وتبلبعي بقى والكفته الصبيط اهم حاجه ان ايدك تبقى مدهونه زيت. ماشي، عجباني البلبعي دي. ماشي. شكرا جدا ليكي. البلبعي يعني قصدها ان انا اعملها كده اصبعها زي ما بنقول. شكرا جدا ليك، ربنا يخليك. بصوا بقى البانيه كده تغيرت ريحته تماما مع الايه الجبنه اللي انا حطيت عليها دي. معانا غاده، اهلا وسهلا. الو الو، اهلا وسهلا. صباح الخير، ازي حضرتك؟ يا صباح الفل، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله بخير الحمد لله. انا بقالي كتير بدي اكلمك او عايزه اكلمك يعني، بس ما فيش خطوط للاسف. يا اهلا وسهلا بيكي، معلش اهلا وسهلا. لا حاضر، شوف الموضوع ده اكيد يعني ان شاء الله. ازي حضرتك عامله ايه؟ انت لك محبه خاصه من غزه. الحمد لله يا رب دايما، ربنا يخليكي. لا ماما بتحبك كتير. تحياتي ليها جدا جدا، ربنا يخليكي. الله يخليكي. انا عايزه اقول لك على اكلات يعني تعتبر في اكل الايد على قد الايد. يا ريت. عايزه اقول لك على وصفه للسمك برضو. اتفضلي. يا ريت اتفضلي. اقول لك على السمك الاول. طب ماشي. هو رخيص جدا، اي سمك فيليه. ما بتقليه ولا حاجه يعني، بس بتحطي عليه كريمه الطبخ، او اذا ما غير بامكان بتحطي كريمه الطبخ كانك انت بتعمليها في البيت يعني. ماشي. وحطي عليها الكريمه هذه وفي بايركس وحطيها بالفرن. قبل السوى بعشر دقايق بتحطي مشمش، عارفه المشمش الناشف؟ الجاف، مش بتاع رمضان ده. حطي يعني مش كتير. حطي شويه منه وبس، وطلعيه بس اعمليه على رز اصفر. انت قصدك يعني اعمل له بشاميل كده؟ لا بتبقى شوربه يعني زي شوربه الكريمه. ماشي اوكي. خفيفه يعني، عايزاه خفيف شويه. حطيه في الفرن، ولما بتعملي جنبه رز ابيض او كده بس يعني بتبقى طعمها لذيذ. خلاص اوكي ان شاء الله. ايه كمان؟ شكرا ليكي. ايه كمان؟ الله يخليك. في اكله اللي هي رومانيه. الايه؟ رومانيه. رومانيه؟ دي اكلة ايه بقى؟ دي من فلسطين من غزة. قوليها لي كده. هذا يعني اغلب كلنا اصلا على قد الايد دلوقتي يعني الحمد لله. بصي، هو بتجيبي البتنجان. ايوه. بتقطعيه مكعبات. بس ما بتقليه. ماشي.
وبتجيبي عدس اللي هو انتوا بتقولوا له البني اللي بجبه. عدس بجبه ماشي. بتسلق العدس وبعد كده ايه بتخليه على ميته يعني. وبعدين بتحطي فوقه البتنجان بيتسلق معاه. بعدين ايه بتجيبي رمان. رمان بتعصريه. او اذا ما فيش هاتي دبس رمان، اذا ما فيش تعصري رمان دبس الرمان. اوكي. الرمان بتحطي عليه شويه طحين وشويه طحينه. اوكي. بعدين بتقلبيهم مع بعض. بس ايه في حاجه ما بعرف اسمها، عين جراده اللي هو عارفه الشبت. شبت. بذره الشبت اسمها عين جراده. ايوه ماشي. هذه هي ناشفه بتصحنيها هيك، بتصحنيها يعني كانك بتدقيها بتكسريها. ايوه حاضر ماشي، شكرا ليكي جدا، وهبحث عنها ونكملها ان شاء الله وننفذها لكم ان شاء الله. حلو الافكار دي. واشوفكم دلوقتي، هسيبكم فاصل صغير، اشوفكم بعد الفاصل يكون المكرونه استوت، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل وغرفت المبكبكه، بس عشان بص غرفتها بقالي شويه فشربت برضو حبه السائل اللي كان فيها. هي ليه اسمها مبكبكه؟ علشان السوائل اللي فيها كتير بتقعد تبكبك كده. كان نفسي اقولها لكم بس طبعا لو كنت سبتها كان ايه، كان حاله صعبه شويه. انما هي كده استوت غرفتها، بس برضو راحت شاربه شويه من الايه اللي كان فيها، ان هي بتبقى فيها شويه سائل مش مشروبه قوي. اوكي؟ طيب نيجي بقى دلوقتي هنعمل عيش باللبن الرايب والسمنه. يعني هو في بيسموه فطير او بيسموه رقاق فلاحي، بيعملوه بلبن رايب وسمنه بس، دي عجينته خلاص. فانا عندي هنا مثلا هنعمل 3 كوبايات من الدقيق، لبن رايب للعجن، نص معلقه صغيره من الخميره، معلقه سكر، رشه ملح، وهناخد حوالي نص كوبايه سمنه روابي، لان عشان بقول لك عشان كده بيسموه فطير، بيسموه فطير او بسميه رقاق فلاحي، يعني يا فطير يا رقاق. ليه بقى؟ لان السمنه فيه حبه كتيره وبقى رفيع قوي كده. هما بيستعملوه كعيش حتى يعني بنظام، ده حاجه حلوه قوي يعني، بتعمل حتى للضيوف اكراما ليهم يعني، فدي حاجه فلاحي جميله جدا. بصي بقى، حتى هما مش بيحطوا خميره كتير، يعني منهم مش بيحطوا خميره، وفي ناس بيحطوا، انا بحط كميه قليله قوي، يعني مع 3 كوبايات الدقيق يا دوبك نص معلقه صغيره او رشه كده بس، يعني حاجه قليله جدا. واحط عليها معلقه سكر ورشه ملح، اعدل طعم الايه الدقيق ماشي. هنيجي بقى بعد كده نجيب الدقيق ده ونحطه في العجان او في طبق ونعجن. احنا طبعا ما فيهاش اي حاجه خالص زي ما اتفقنا قبل كده، العجان ده لضيق الوقت بس. نجيب بقى كده نص كوباية سمنة روابي على 3 كوبايات، نص كوباية هو مليان سمنة. معانا ماجدة. صباح الخير يا سيف. يا صباح الفل، ازيك؟ يا مدام نجلاء عاملة ايه؟ الحمد لله، ازيك انت؟ يا اخبارك؟ الحمد لله نشكر ربنا. انا اطلب منك طلب معلش. اموري. طلب وعتب معلش. اتفضلي يا حبيبتي اموري. عاوزه طيب الشوكولاته. ايوه. وزعلانه منك انا. ليه بقى؟ عشان انت في رمضان زعلتي مدام هيام وقلتي لها انت فاضيه وبتلف على القنوات. مين اللي قال لك كده؟ هي انا بصراحه كانت بتقول وصفات حلوه كده، الواحد كان بيستفيد مني. لا لا ما نقدرش نزعلها ابدا ولا نزعل اي حد خالص. احنا ما نقدرش نزعل اي حد. وهي يعني كلمتني كتير، انا ما منعتهاش ابدا تكلمني، ازاي ما نقدرش طبعا. بصوا كده بقى، ابدا بقى احط ايه اللبن الرايب. انا كده عجنت بالسمنه ولبن رايب بس، تخلي بقى طعم العيش بتاعك او الفطير حلو جدا. بصوا كده واحده واحده باللبن الرايب بعجن بيه. تمام. عارفين احنا ممكن نعمل ايه كمان؟ لو طيب انا ما عنديش لبن رايب اعمل ايه؟ علبه زبادي حطي عليها شويه لبن وربيها حلو قوي، خلاص بقت بديل اللبن الرايب بتاعك.
اوكي اهو كده، واحده واحده خالص اهو. هما طبعا اللبن بتاعهم بيبقى لبن طازه لسه يعني حالبينه، وبيسيبوه بره طبعا مش في الثلاجه ولا حاجه، في المجهور زي ما بيقولوا لتاني يوم، فيبدا ان هو يعمل الروبان ده يتقل كده شويه، يعملوا بقى منه ايه، يسيبوه اكتر، يعملوا منه الجبنه في الحاله دي، يعملوا منه مثلا العيش او الفطير اللي بيعملوه دوت، ويسيبوه يروب اكتر او يجمد اكتر، يعملوا منه الجبنه بقى، يشيلوا من على وشه القشطه، يعملوا منه الزبده، وده يعملوا منه الجبنه اللي هي الجبنه القريش. طبعا حاجه تانية خالص، حياه تانية خالص. ماشي، هي عجنت رحت خلاص شايله اللبن الرايب. انا عايزاها عجينه حلوه طريه، لا هي ناشفه ولا هي متلزق، عشان هعملها على الطاسه مش هعملها في الفرن. فدايما لما كل حاجه على الطاسه بحبها ان انا متملكه منها، ما اقدرش ان هي تبقى سايحه قوي زي مثلا لو بيعملوا في الفرن، فتلاقيهم بيعملوا ايه الفرن العيش اللي هو اسمه مرحرح ده، بيبقى طري قوي، ويبداوا على اللي اسمه اسمها ايه عندهم، إيه حاجه بيريحوا عليها، ريحه يعني حط مطرحه يعني مذاكر مطرحه، يبقى العيش طري جدا يعني، يا دوب بيلموه كده من ايديهم وينزل على المطرحه دي تلاقيه سايح عليها، ويبداوا بقى ينططوه ويفرد يفرد يفرد، وبعدين يروحوا ايه حاطينه في الفرن. طبعا دي حرفه حرفه مش اي حاجه يعني ماشي، انما على الطاسه لا، لازم نبقى احنا متحكمين منها جدا. اسكت، انا حاولت كتير ان انا اعمل موضوع ان انا افرد دي طلعتش فيها خالص، ان انا اريحه على المطرحه دي، انا كل ما احاول ان انا انططه كده يصغر مش يكبر. هم ليهم حاجه كده بيروحوا كده ولفينها لفه فتكبر معاهم، دي ما نجحتش فيها، بس هستمر في المحاوله ان شاء الله. لغايه ما اجيب لكم هنا فرن بلدي ونشتغل فيه بقى. ماشي، اهو بصوا كده، ادي كده عجنت ريحته حلوه جدا جدا من السمنه ومن اللبن الرايب، ما فيهوش حاجه تانيه. هبصوا كده، نبدا بقى نعملها كور ونسيبها تخمر وهي كوره كده، ونعمل طبعا حسب ما احنا عايزين الرقاقه او الفطيره دي شكلها ايه، فممكن ان انا اعملها كده او الحجم بتاعي قد ايه، صغير كبير، طبعا الوسط في كل حاجه حلو، خير الامور الوسط. ماشي كده، كده بس طبعا لما يكون اطفال موجودين لازم نميزهم بحاجة ايه، بحاجة صغننة صح؟ كده واسيبها بقى ترتاح ووريكي المستريحة من قبل الحلقة. هي الخميرة فيها مش كبير مش كتير، بس موجود فيها خميرة، فلازم تبقى ايه تشتغل تبقى بالشكل ده. دي رقاقة حلوة مليانة شوية، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقله كده هنا، ده عيش وقت الزنقه بقى، عيش كده ما يكونش عندك بس مش وقت الزنقه يعني، عندك حاجاتك موجوده يعني، عندك اللبن الرايب او عندك الزبادي اللي هتخليه يروب، وعندك السمنه. معانا سحر، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازيك يا سحر؟
ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. بشكرك جدا جدا لتعبك معانا. ربنا يخليك يا حبيبتي. بشكرك جدا جدا لان احنا بصراحه اتعلمنا من حضرتك حاجات. ربنا يكرمك يا رب. ربنا بالرغم ان احنا بنطبخ من زمان وكل حاجه بس اتعلمنا من حضرتك حاجات كتير جدا جميله، وعايزه اشكرك جدا واشكر كل القصه الموجود معاك. ربنا يخليك، ده من ذوقك. واشكر كمان جميع الشيفات اللي في البرنامج. ربنا يخليك يا رب، شكرا لك جدا. واتمنى لكم دايما التوفيق، ويا ريت ليا امل ان يبقى في كتاب عن سي بي سي سفره لكل الشيفات موجوده في نفس الكتاب. ايوه، كل الشابات المتزوجات ويبقى من اساسيات المطبخ عندهم. نشوف الموضوع ده ان شاء الله على خير. ان شاء الله. مالكيش اي سؤال؟ لا، ما فيش غير ان انا اقول تسلم ايديكي واشكرك. ربنا يخليكي، شكرا جدا ليكي. شكرا جدا يا حبيبتي. كده بصوا بقى ايه، نبدا نفرد العيش بتاعنا او الفطيره بتاعتنا زي ما بنفرد العيش بالظبط. انا سميته فطير او سميته اللي هو الرقاق الفلاحي، هم مسمينه كده مش انا مسمياه، علشان فيه سمنه كتير، مش فهتلاقي طعم العيش مش طعم العيش العادي، لا طعم الفطيره. معانا ميرفت، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك؟ الله يخليك، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، تسلم ايديكي على كل اللي انت بتعمليه صراحه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليكي، انا بموت فيكي. ربنا يكرمك، ده من ذوقك، ربنا يخليكي. بصي يا جميله، العيش اللي انت بتعمليه ده اسمه رحالي. اسمه ايه؟ رحالي. رحاوي؟ رحالي باللام. باللام رحالي، اشمعنى بقى؟ ليه؟ اه ليه مسمينه يعني كده؟ هو عشان زي ما حضرتك قلتي للضيوف، لما يكون في عزومات، لانه بيبقى دسم شويه. ايوه صح، زي الفطيره. ايوه تمام. هو ما بيستعملوش فيه السمنه، وما بيستعملوا فيه القشطه بتاع وش اللبن الرايب. لا بيستعملوا فيه سمنه بلدي كمان. يعني هو ممكن، بس هو بالاساسي بيتعجن كده. وبعدين العيش الطري اللي انت بتحاولي تعمليه اسمه عيش قمح، اللي هو بيترح ده صح؟ ايوه اللي بيترح. ما بعرفش اريحه ابدا. ده بقى يا ستي له سمعه رهيبه اكيد. وبعدين بياكلوه بقى مع الباميه. ايوه. بياكلوه مع الفسيخ. جميل. يعني هو له اكلات معينه. ايوه ايوه، لا جميل ما شاء الله. هو كل بلد سبحان الله ليها عيش معين، ليها فطير معين، ليها رواق معين، كل بلد ليها حاجه تتميز بيها. ايوه، بس هو يعني الغربيه مشهوره بالعيش القمح والعيش الرحال. جميل جدا، جميل جدا، شكرا ليكي جدا. ما الغربيه دي بلدي طنطا، انا بلدي طنطا، يعني مولوده هناك، مولوده هناك، وجيت بقى عشت هنا، فطبعا يعني مش عايزه اقول لك، مامتي اخواتي قعدوا حبه كتير هناك، فخدنا حاجات كتير منهم. وكان في كمان حاجه هعملها لكم قريب، بحاجه بتضيق الذره ويحط على وشها قشطه قرص كده، دي برده واخدينها من هناك، الطريقه دي من هناك برده. استني اهوي بس ده شويه كده لان هو سخن جدا. طيب هيدا هخبز بعد الفصل. طب خلاص حفر الدور على ما تكون الفصل، نخبزهم مع بعض وفاصل ونواصل. بصوا كده بقى ايه الفطير، انا عملت واحد، ده التاني. بصوا في دقيق بقى بيتحروق حواليه كده، بصوا ما شاء الله بقى شكله ايه حلو جدا. ده بقى اللي باللبن الرايب، بس انضف كده الايه مكان الدقيق، لازم ينضف علشان ما يوسخليش الايه العيش اللي بعديه او الفطير اللي بعديه. الفطير اللي قالت لي عليه اسمه ايه؟ والله ما فاكره اسمه ايه؟ قالت لي رحايا ولا اسمه ايه؟ رحال او رحال. بس الطريقه دي انا جايباها من البحيره مش من طنطا، ان انا ما قعدتش في طنطا كتير، يعني انا كنت صغنونه، يا دوب اتولدت قعدت سنه وجيت بس، فما ما كانش بقى الموضوع كبير، ما لحقتش اخد خبرات منهم، انما بقى كنت بزور مثلا البحيره، فكنت بقى ايه يخبزونا هناك واحنا قاعدين، لازم اقعد معاهم من صغري عند الفرن كده واتفرج على الخبيز والحاجات اللي بيعملوها من صغري، يعني هوايه، اسيب اللعب والكلام ده كله واقعد جنب الفرن. ماشي، ابقى احكي لكم بقى موضوع طنطا ده بعدين.
حكاية كبيرة كبيرة كبيرة. أبو سؤال كده، أنا زي ما بنعمل العيش بالظبط، بحطه واسيبه يتشمع واروح قلبه على الناحية التانية، خلاص كده اسيبه يتشمع على الناحية دي كمان شوية واروح ايه جاية قلبه كده تاني. تمام كده. معانا فاطمة من الشرقية، اهلا وسهلا. حلوة غربية وشرقية، 70 سنة. يا ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحة يا رب. الله يخليك يا حبيبتي، انا بعزك جدا جدا. ربنا يخليك يا رب. بس بعمل المبكبكة دي بالكركم. في بيحط لها كركم. ما احنا بقى ده احنا لخبطنا فيها شويتين ثلاثه كمان. احنا ما حطيناش لحمه، المفروض في لحمه ما حطيناش لحمه. بس بتتعمل بالكركم. تمام تمام. لا ما تشكلي فيها زي ما انت عايزه بقى. كنت عايشه في ليبيا معلش. ما شاء الله. وبتحط لها بقى لحمه ضاني مش كده؟ طبعا. ولا ساعات بتعملوها زينا كده من غير حاجه خالص؟ لا ساعات بعملها من غير حاجه كده برضه يعني عادي يعني. طيب الله ينور عليكي. طب عايزه اعمل تهنئه لبنت بنتي. اتفضلي. بنتي ايناس، جودي وجانا. أيوة. عيد ميلادهم. كل سنه وهم طيبين. كل سنه وهم طيبين وانت طيبه. حبيبتي ربنا يديك الصحه. الله يخليك والله بعزك جدا جدا يعني. ربنا يخليك يا رب. ميرسي ذوقك جدا. ماشي يا حبيبي. شكرا ليكي. شكرا. شفت بقى العيش الجميل ده؟ تمام كده. عايزه كمان اعمل لكم بقى ايه دلوقتي، هعمل لكم عيش تاني بس مسكر، عيش بالشوكولاته. هنعمل عيش شبه التوست كده ومحشي شوكولاته من جوه. ماشي. فانا بس ايه هعمل الرغيف ده كده وخلاص، نخش على او اقلبه واحنا شغالين نتكلم. بصي احنا عندنا هنا مقادير معانا اهي بتاعه ال ده بتاع لبن الرايب اللي نعمل دلوقتي. دول 3 كوبايات دقيق، وحطينا نص كوبايه سمنه روابي، وعجننا باللبن الرايب، ونص معلقه صغيره من الخميره، ورشه الملح. ده العيش اللي انا عاملاه، ده اللي انا عجناه باللبن الرايب والسمنه فقط لا غير، يدوبك رشه ملح رشه سكر و نص معلقه صغيره خميره. تمام. طيب العيش بقى التاني اللي هنعمله دوت، اللي هو العيش اللي بالشوكولاته، احنا عندنا هنا كوبايتين من هنعمله في قالب الانجليش كيك بيبقى زي التوست. تمام. عندنا كوبايتين دقيق، ربع كوبايه، نص كوبايه سكر بودره، ايوه حاجه مسكره مش حادقه، 2 بيضه، خميره معلقه صغيره خميره، فانيليا، لبن للعجن. تمام كده. يبقى ايه معانا اهي المقادير على الشاشه، يا ريت نصورها. بس العيش الجميل بقى ده ما شاء الله وشكله يفرح كده. عايز اقول لكم ده انا قعدت حتى قد ايه احاول في العيش معايا علشان ايه، عشان ينفخ. كنت كل مره اعمله يطلع مش حلو قوي، ساعات ما ينفخش معايا، ساعات يطلع مسكع كده زي ما بيقولوا، الا بقى لما نفخ معايا بقى وظبطته. ما عشان كده مش عايزه حد ييأس، هي كده كده ان شاء الله ينفخ معاكم. تلاقيه بقى ايه، كنت عايزه زغرط، يمكن زغرطت له اول ما نفخ معايا. بتبقى حاجه حلوه يعني، ما تستمري على حاجه واحده، اسال ده واسال ده واسال ده ليه، عايزه اعمله ينجح، عايزه اعمل. مش كان صعب معايا شويه، بس اهو الظبطه الاخرانيه دي ان شاء الله يعني انت تتعودي كده، ومجرد ما هتشتغلي فيها تعرفي الفرده المظبوطه، النار المظبوطه، الطاسه المظبوطه، كذا حاجه بتجمعيهم مع بعض بالخبره هتعمليهم. بس هو كده كده ما بيترميش، طلع مسكع، طلع ما نفش، طلع اي حاجه ما بيترميش. ماشي. ادي كده نيجي بقى هنا نعمل مع بعض العيش اللي بالشوكولاته دوت. ناخد اهو معانا المقادير على الشاشه، يا ريت تصوريها. هو كل المقادير احطها على بعض معايا الشوكولاته. ماشي. ارجع بس ده كده القص عشان ينفش براحته. طبعا انت مبسوط، رايحه جايه رايحه جايه. يقول اقف بقى في النص. طب اقف في النص، مين ياخد باله من العيش؟ الله، انت حاجة غريبة قوي. لا لا ما حصلش والله ما حصل. هو كانت قربت توصل. انقذتها. معانا تقوى، اهلا وسهلا. بس ربع كوباية. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك انت عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. انا ماما بحب حضرتك جدا. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. سلمي على ماما كتير. يوصل ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي ايه اخبارك؟
تمام الحمد لله. ماما كذا مره تعمل حاجات حضرتك بتعمليها على التلفزيون وكده يعني، بتطلع حلوه جدا. تسلم ايديها، تسلم ايديها حبيبتي، تسلم ايديها. تسلم ايدك، الله يخليكي. ليك اي سؤال؟ لا ربنا يخليكي، تعالى اسلم عليكي بس. ربنا يخليكي وتحياتي لماما. ربنا يخليكي. عايزه حاجه؟ شكرا. اعملي العيش النهارده ده. خلاص تمام ان شاء الله. ان شاء الله عيش باللبن الرايب. نفض بس دي كده عشان ايه، انا نفضت الطاسه وارجع احط لها العيش كده تمام. اخر رغيف انا حطيت هنا ربع كوبايه من سمنه روابي، وهحط عليها كوبايتين الدقيق، نص كوبايه سكر بودره، معلقه صغيره خميره، فانيليا، اتنين بيضه، عايزه انقذ الرغيف دوت. اقلب دول كده مع بعض. ادي اتنين بيضه، وهعجن باللبن. اروح اجيب رشه ملح واخلي بالي من الرغيف. مالك زعلت ليه؟ شفتوا؟ عشان نسيته شويه على الناحيه الاولانيه، يعني لازم ايه ما خلوش يبقبق. البقبقه دي بتخليه يتمنع ان هو ايه ينفخ معايا مظبوط، فعشان كده بشمعه من ناحيه وما خلوهوش يدي فرصه البقبقه من فوق، روح قلبها الناحيه الثانيه. يلا يلا جدعا، ما هو حيوم ان شاء الله. حاسس بصعوبه دلوقتي، انما لما يكون يا دوبك تشميعه على طول بيروح منفوخ على طول. اهو كده ابدا اديها شويه لبن. تمام اهو الحمد لله ما كسفناش. نحمر وش الناحيه الثانيه. بس كده ادي كده العيش بتاعنا. نجيب بقى هنا نظبطه بالدقيق. حتى دي كانت كوباية واحدة مش كوبايتين اللي كان موجود دوت، فايه اظبطه ما يدينا عجينة طرية فيها خميرة، يبقى لازم اسيبها ايه تخمر، او اشكلها واسيبها تخمر بعد ما ايه ما اشكلها، مش مشكلة يعني. ممكن عندك حاجتين، انك تسيبيها تخمر وبعدين تشكليها، وانك تروحي ايه تسيبيها على بعضها، نشغلها ونسيبها تخمر مع بعضها زي ما انت عايزه. ماشي بس كده لمت العجينه. فاضل عندي بقى ايه الشوكولاته. تمام كده ادي العيش الحلو، حط له سكر بودره، حط له شوكولاته، هتبقى حاجه حلوه كده ايه بالعيش وجواها شوكولاته، حاجه جامده جدا ان شاء الله. ادي العجينه الخمران تمام، تطلع شوف اي حد تطلع منها تتلكك. شدي كده، حاضر ماشي. نيجي بقى هنا كده، حاضر ثواني. مش هينفع ينفع ولا مش هينفع؟ نعملها كده ونروح حاطين شوكولاته كده في النص مقطعه كده،
اهي كده ماشي، وهنروح قافلينها كده على ايه جوه العجين كده، نبرم عليها كده، وهنروح حاطينها جوه قالب الانجليش كيك كده، واسيبها تخمر لغايه ما تملى القالب ده وزياده، هتلاقيها نفشت قوي كده تاني، واسيبها تخمر تاني بس كده. فانا هسيبها تخمر وهسيبكم فاصل صغير، ونرجع بعد فاصل نكمل احنا عملنا ايه. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي خلصنا اكلنا، عملنا مع بعض ايه؟ عملنا مع بعض الفراخ البانيه اللي حمرناها عادي خالص، بس مجرد غيرنا في التتبيله شويه، اللي هو ثوم وبصل بودر وملح وفلفل، وحطيت عليها بيضه، ورحت حطها بعد كده في البقسماط، وحطيتها حمرتها في الزيت، شلتها من الزيت حطيتها في صينيه، وحطيت على وشها ايه؟ جبنه رومي مع جبنه موتزاريلا مع شويه زعتر، قلبتهم مع بعض، جبنه رومي جبنه موتزاريلا شويه زعتر، قلبتهم مع بعض وحطيتها على وش الفراخ ودخلتها الفرن. ادي العيش اللي باللبن الرايب او الفطير او اللي بيسموه بقى كل بلد بتسيب راحتها، بس هي حاجه حلوه جدا بتتخبز بالسمنه واللبن الرايب بس. هو عباره عن دقيق، 3 كوبايات مثلا من الدقيق حتى من غير معيار، بس بحط رشه من الخميره، هما كمان ساعات مش بيحطوا خميره خالص، وشويه ملح شويه سكر، وحطينا حبه سمنه، يعني لو انت عايزه 3 كوبايات يبقى نص كوبايه من السمنه، وعجننا باللبن الرايب بس. كويت عجينه حطيتي فيها خميره او ما حطيتيش، الاثنين حلوين، بتسيبيها ترتاح شويه او تخمر شويه، وبعدين ابدا افردها واسويها على الطاسه. طبعا هم بيسووها في الافران الكبيره بتاعتهم مش في الطاسه. وادي كمان العيش اللي عملناه بالشوكولاته، ده عيش مسكر، ده عباره عن كوبايتين دقيق ومعاه نص كوبايه سكر بودره، ومعاه 2 بيضه وشوكولاته وخميره. عجننا العجينه بشويه لبن كمان، ورحنا سبناها تخمر، فردناها حطينا جواها الشوكولاته ولفينا عليها وحطيناها في قالب الانجليش كيك، وسبناها تخمر تاني، وبعدين دخلناها الفرن تستوي تبقى بالشكل ده، تبقى قطع كده ما فيها شوكولاته وفيها ايه، وهي مسكره طعمها مسكر زي الكيك تمام كده، قريب منه بس طعم تاني يعني. وعملنا مبادئ المبكبكه اللي عملناها، طبعا انا كنت يعني انا قلت اعملها من غير لحوم خالص، بس لقيت ان فعلا ساعات ناس بتعملها كتير، زي صديقتنا ما قالت لنا من غير لحمه، وبتقول لي بحط لها معلقه كركم، فطبعا ده زي ما انتم عايزين التوابل دي تحطوها، ومعلقه الكركم طبعا بتخليها اصليه اكتر شويه، بس كويس ان هو كمان في ناس بتعملها من غير لحمه زي ما احنا عملنا كده، ده حاجه كويسه يعني الحمد لله. انا قلت بس عشان انا عامله لحمه مش هعمل مكرونه باللحمه كمان جنبها، لا، فالمبكبكه الليبي دي من غير لحمه، دي عباره عن بصله شوحتها في معلقه من الزيت او معلقتين من الزيت، حطيت عليها شويه ثوم شوحتهم مع بعض، نزلت عليهم عصير طماطم خفيف مش تقيل، ماسك يعني حلو شويه، وعليه شوربه او ميه وقالب ماجي، وبعدين قلبتهم مع بعض حلو جدا، خليت الميه تغلي، ورحت حط عليهم الايه المكرونه وما قلبتهاش، تسيبيها كده تغلي مع بعض تبقبق زي ما بيقولوا، وتهدي عليها النار لغايه المكرونه ما تستوي وتتغرف، مغروفه طبعا يا عشان بقى لها مده معموله، بتبقى فيها شويه شوربه، بتبقى فيها من شوربه الشوربه مع عصير الطماطم بتبقى فيها شويه سائل كده حلوه تمام كده بس، وتقدم تاكل في ساعتها دي ما تباتش. ومعانا منى، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله والله، متشكرين يا شيف على الجمال والحلاوه دي. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك كده ويجازيكي خير. الله يكرمك يا رب، متشكره جدا. سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضلي. هو بالنسبه للعيش الابيض ده هل ممكن اعجنه في اسويه في الفرن؟ اه بس هينشف منك. هينشف؟ اه يعني في الطاسه هنا بتبقى احسن. عجانة على ايدي الايه؟ ممكن اعجنه من غير عجانه على ايديا كده؟ اه طبعا يعني؟ طبعا هو بسيط جدا، بس انا زي ما قلت فن العجان ده للسرعه بس، انما انت على ايديك كده هيتعجن في منتهى السهوله، سهل جدا جدا. واخبزه على طاسه تيفال لازم؟ اه طاسه تكون مش لازم تيفال، بس تكون سميكه شويه وتسيبها تسخن حبه. اوطي النار؟ لا تسخن، لا مش وطيش النار، لو وطيش النار مش هينفخ من يعني سيبيه تسخن قوي وبعدين خليها وسط. انت هتعدلي، انت هتظبطيها لوحدك يعني، انت كل ما تعملي رغيف ظبطي النار لغايه ما ترسي على نار معينه، خلاص هي دي تحفظيه عليها بقى. ماشي بس كده، هي عايزه نار عاليه شويه. ولو عملته من غير خميره عادي؟ بيبقى مثل فطير. شكرا جزيلا. شكرا ليك، ربنا يخليك، متشكره جدا. بس كده، ده كل اللي عملناه النهارده، والنهارده عيد ميلاد زميلنا ايه؟ ريسنا، الريس بتاعنا احمد اسعد، نقول كل سنه وانت طيب، وعقبال 100 سنه يا رب ان شاء الله، متقدم ان شاء الله، كل سنه وانت طيب.
اوكي شكرا يا خدمة. بس كده وكده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. الى اللقاء. I'm gonna make it.